متشكرة جدا ومتشكرة للاستضافة. أنا عايز أبدأ من آخر حاجة حضرتك قبل كده، الطوفان نجاح كبير ودور مكسر الدنيا، وأنت بتقولي الطوفان في الأول كنت متوقعة النجاح ده لمنير؟ كنت حاسة إن المسلسل كله هينجح. منيرة كانت مسؤولية بالنسبة لي إن أنا أذاكر كويس، أقف قدام الكاميرا، أسمع توجيهات المخرج الكبير خيري بشارة، وأحاول أنفذها بطريقتي أنا اللي بيها ما اختلفش على توجيهاته. بس كنت متوقع التصدر بتاع الترند اللي كنت عارف اليوتيوب وتويتر 3 ايام اسمه بقى رقم واحد. لا اكتر كمان شويه، وقلت على فكره انت كتبت كمان خلد. لا هو لا كان الحقيقه يعني انا كنت حاسه وقلت وكتبت عندي وقلت لمصلحه مين تاجيل المسلسل في رمضان، هذا المسلسل سيغير مجرى الدراما في الوطن العربي، لان احنا الحقيقه منظورنا انا الدراما اللي بطمح ليها دراما شكل الطوفان، تجمع الاسره المصريه، تخلينا نسيب الموبايل ونقعد نتناقش في قضايا هامه جدا، وهي ما فيش اكتر من بر الوالدين، يعني ده شيء مهم. بعدين كنت لسه بتناقش مع جوزي في المساله دي، لما تيجي وقتها هنقولها بقى عن بر الوالدين.